جميل الصورة. هو الشاب الوسيم ابن الأسرة الغنية. يقال إنه هو كان على علاقة بعمر المختار في ليبيا وكان بيمون الفدائيين بالسلاح هناك. رجل نال قسط من التعليم، ابن ناس، اتعلم لغتين، يأخذ الحق من الظالم المستبد ويرده إلى أصحابه من الضعفاء. ده كان بطل شعبي، بطل المقاومة الشعبية، بدران وأدهم الشرقاوي. أدهم الشرقاوي هو شخص سايكوباتي. ازاي ممكن يكون واحد زي أدهم الشرقاوي مجرم عديد الإجرام والرئيس جمال عبد الناصر يطلب ان ملحمة أدهم الشرقاوي تتعين؟ أدهم كان يقتل من أجل القتل. هل هو عاوز يرسخ في جنين الشعب المصري ان في مجرم خارج من جوانا يعني؟ العنف الفردي المدفوع بالفقر بيتحول لنوع من العنف الجماعي. أدهم الشرقاوي قاتل مأجور. أنور السادات قالك وأنا في صغاي من قلك شاب شجاع مصري اسمه أدهم الشرقاوي. هو جدك اللي كان مع أدهم الشرقاوي؟ يقول له يقول لك هو كان قاتل فعلا. على أي أساس؟ كان متربص له وانضرب بالعيار. أدهم الشرقاوي الأحد في 8 مساء على الوثائقية.